هالشغل ذا؟ وش هالأمر؟ خزياه، وين التوحيد؟ وين الإيمان؟ وين التوكل؟ يعني الله خلق الخلق واتركه، اللي رزقني وأنا حمل ورضاع، مو مضيعني وأنا اليوم شايب، والرزق مو عند حاسد وطماع، الرزق عند اللي يمشي السحايب. ترى الفقر ما ذكر بالقرآن إلا بموضوع واحد ونسبه الله للشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. والرزق اذكر بحول 90 موضع بالقرآن ينسبه الله جل وعلا ذاته العلية. فابتغوا عند الله الرزق، ومن رزقناه من لدنا رزقا حسنا، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، وأمرها لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، ها؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. والقرآن مليان، يعني الله أكبر، يوم بس جاها هالتشديد شوي وصارت هالأحوال شوي وهالضرائب وارتفاع الوقود والبنزين والخبز أو غيره أو الثاني أو الضريبة المضافة، صار ربنا يعني انت خلين عنا. يوم أهلنا الأولين اللي احنا نسمع عنهم جوع وطوي ضلوع وهم مجموع يغربون لمصر والفلسطين والكويت، ويقولون الهند هندك لا قل ما عندك، ومصر مصرك، يعني لا قل ما بقصرك، ها؟ هم راحوا وتغربوا، رزقهم الله واغناهم الله وعطاهم الله. اللي رزق الاولين والتالين هو الله، واللي يرزق البهايم والاوادم الله، واللي يرزق البيضه بوسط القشر الله، واللي يرزق الطفل بوسط ارحام امه الله جل جلاله وعم نواله. من شك في رازقه شك في خالقه. يا ناس، ربكم هو يتولاكم بنعمه، من هامك لبهامك كلك من الله. توكل على الله وخل عنك، خل عنك الهبال وخل عنك الشتة، ولا تشك بربك قدر أنملة. الله جل جلاله خالق كل شيء ورازق كل شيء ويحتاجه كل شيء، وهو ما يحتاج إلى أي شيء ولا يخفى عليه شيء. وما بكم من نعمة فمن الله، لكن بسبب ضعف ذنوبنا اشتغلنا بالنعم عن المنعم، وبالأرزاق عن الرزاق، وبالصور عن المصور، وبالمخلوق عن الخالق. ترى يا ناس، ألذ ما بحياتكم ذي التوحيد. وحدوه، حبوه، عظموه، تيقنوا عليه، توكلوا عليه، فوضوا أموركم إليه، ثقوا به، انطرحوا بين يديه. يقول ابن تيمية رحمة الله على روحه: من أراد السعادة الأبدية فليلزم أعتاب العبودية. ويقول رحمه الله: كل يوم أجدد إسلامي. جددوا إيمانكم وجددوا إسلامكم، وتكلموا دايم عن الله جل جلاله، واسمعوا دايم عن الله جل جلاله، وقولوا له بالمناجات: يا ربنا فهمنا مرادك من كلامك، وقولوا له: يا ربي أنت لنا نعم الرب.